السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله قاعد نكمل في حلقة التسريبات القدرات الكمي. إن شاء الله أسئلة تكون سهلة وبسيطة جدا وتعجبكم بإذن الله. السؤال الأول بيقول لي يا جماعة، إذا كان س أكبر من 3/4 وأقل من 14/16، ما قيمة س الممكنة؟ ممكن تكون كام يا جماعة؟ طبعا بقارن الرقم، لازم س تكون أكبر من ده وأقل من ده يا جماعة. أختصر تمرة، لو قلنا مثلا على 2 وعلى 2 هيبقى ده هيساوي 7 على 8، يكون أفضل في اختصار أفضل يعني. طب نشوف هنا مثلا يا جماعة، من أكبر 3/4 ولا 6/5؟ لازم يكون ده أكبر. أضرب وأضرب، طب أضرب كده يا جماعة، 5 × 3 = 15، 4 × 6 = 24. طبعا ده أكبر، لازم ده يكون أكبر يا جماعة. 3/4 إيه؟ 3/4 أكبر من ال 6/5، ما ينفعش يا جماعة، لازم يكون أقل منه. لازم يكون الرقم اللي هو السين ده أكبر. طب نشوف اللي بعده كده، نجرب اللي بعده. هنا مثلا هنقول 3/4 برضه، 3 × 6 = 18، 4 × 5 = 20، صح كده؟ 5/6 أكبر من كام يا جماعة؟ أكبر من 3/4، يبقى ممكن. طب هل هو رقم ده يا جماعة أقل من ده اللي هو 7 على 8؟ هل هو أقل؟ شوف كده، هنا 7 على 8 يا جماعة، هو 5 على 6. مقارنة، ضرب تبادل برضه، 8 ضرب 5 = 40، 6 × 7 = 42 يا جماعة، فعلا ده أكبر. الرقم ده أنا محصور بين 3/4 و7/8، هو ده صح. اختار ايه الإجابة بقى. السؤال التاني، عدد مقام الرقمين أحد يقل عن عشرات اتنين، مثلا هنا 5 و3 يا جماعة فرق بينهم اتنين، 7 و5 فرق 2، كله يا جماعة ينفع على فكرة، 9 و7 برضه 2، الشرط ده ملوش أي لازمة خالص حاليا يعني. طيب 5 أمثال مجموعهم قسمة 10 يساوي 7، هو ده الفكرة يا جماعة، يساوي 7. يعني ايه؟ هات 5 أمثال مجموع، هذه 5 × 8، 8 ضرب 5 = 40، اقسم على 10 هذا يديني 7، طبعا لا ما ينفعش. 5 زائد 7 = 12، خلاص كده. ضرب 5 يا جماعة، ضرب 5 هيديني 60، هل 60 دي على 10 هيديني 7؟ لا هيديني 6، برضه ما ينفعش. هنا 6 زائد 8 = 14، 14 × 5 هيديني كام؟ 14 × 5، وأقسم على كام يا جماعة؟ على 10، هل هيديني 7؟ اختصر على 5، فعلى 1 على 5 فيها 2، على 2 فيها كام يا جماعة؟ 7 هو الإجابة الصحيحة. السؤال الثالث، صياد باع 50% من صيده ثم رجع على البحر 9 سمكات صغيرة وتبقى معه في السلة 27 سمكة، كم عدد الكل يا جماعة للسمك؟ طب هو اللي بقى معاه كام؟ 9، السمك اللي معاه الستار 9 و27، يعني 36، صح كده؟ يبقى وده 50%، يبقى 50% يا جماعة من العدد هو نفسه كام؟ 36. طب 100% اضرب في 2، يبقى 2 وكام؟ و70. قارن بين نصف الخمس، هذا نص ضرب خمس، 1 على كام؟ على 10. 3/4 العشر، 3/4 يا جماعة أول العشر، يعني 1 على 10 هتساوي 3 على كام؟ 3 على كام يا جماعة؟ على 40، خلاص كده. 1 على 10، 3 على 40، من الأكبر؟ اضرب تبادلي، 4 في 1 يا جماعة ب40، 10 في 3 = 30، دي أكبر، يبقى دي أكبر يا جماعة، كمان أولى أكبر، أختار كمان أولى إيه؟ أكبر. قارن بين طول حرف مكعب حجمه 27 يا جماعة. طبعا عارفين حجم المكعب بيجي ازاي، طول الحرف في نفسه في نفسه، يعني هات الجذر التكعيبي لل 27 ب 3. طب هنا ضلع مربع مساحته 9، المساحة جاية بتساوي الضلع في نفسه، انا اجيب الجذر التربيعي لل 9 اللي هو نفسه كام؟ 3 يا جماعة، يبقى ج، اختار الإجابة ايه؟ متساويتان، إجابتين متساويتان. السؤال التالي، قارن بقى شبه هون، لما تلاقي تربيع وتربيع ممكن تشيل تربيع من تربيع عادي يعني، تحذفهم مع بعض، أو ربع، ربع الواحد بواحد، ربع الثلاثة بثلاثة، وهنا 1 على 2، تجازر روح مع التربيع يا شباب. نص ولا تلت يا جماعة؟ طبعا نص إيه؟ النص أكبر، مش بتصدق، اضرب 2 في 1 ب 2، 3 في 1 ب 3، ده أكبر يا جماعة، إذا ده أكبر، أختار بقى. السؤال السابع بيقول لي احسب مساحة الشكل بالسنتيمتر مربع يا جماعة. طيب
ممكن واحد يقول لي أحسب دي الأول 4 في 5 ب20، أحسب ده كمان، ده كله 10 وده 5 بس، يبقى ده 5 يا جماعة بس، ده قصدي معلش 4، يبقى ده 6 صح. برضه أضرب أقول نص قاعدة تطلع نص 4 وهنا كمان 5 وأجمع معروف في الآخر. بس في حل أحسن من كده، حل أسرع، ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ كده شبه منحرف، هتلاحظ القاعدة دي توازي دي، خلاص شبه منحرف، تحته بتساوي إيه؟ نص مجموع القاعدتين 10 زائد 4 في الارتفاع اللي هو الوصل بينهم يا جماعة ده 5. 10 زائد 4 14 على الاتنين فيها 7، 7 ضرب 5 35، وانجز. مدرستين ألف وباء متوسط درجات الطلاب بمدرسة ألف في مادة الأحياء 70، متوسط درجات المدرسة باء في الأحياء 99. طيب السؤال اللي أنا بقول هنا إيه؟ وعدد طلاب المدرسة باء 3 أضعاف عدد طلاب المدرسة ألف، أوجب متوسط درجات الطلاب بمدرستين معا في الأحياء يا جماعة. طالما يا جماعة قال لي معا لازم يكون متكافئتين، طب التانية 3 أضعاف الأولى، خلي بالك يعني ده إيه 90، تكرر كم مرة مثلا؟ قررناها دي 3 مرات، 70 زائد 70 زائد 70، يبقى دي مرة واحدة تكافئها واحدة. طب كم واحدة يا جماعة؟ كده أسمع كام على الأربعة؟ طب 70 يا جماعة، 7 في 3 ب 21 يعني 210، و90 كمان يعني 300 قسمة 4 يدينا 75 يا جماعة، ولا حاجة. السؤال 9، قول لي اوجد ناتج يا جماعه، اوجد ناتج. طبعا سؤال الهديه بسيط جدا، اول هعمل ايه؟ هجمع بس ارقام مع بعضها، 18 زائد 12 هذا بقى 20، 30 يا جماعه كده 30، و10 كمان يبقى 40. طب سالب 2 ج، وسالب 5، وسالب 1 يبقى سالب 8 ج. في زي هنا يا جماعه؟ ايوه في اهي. طب ازاي؟ اخدنا 8 مشترك بره، على 40 على 8 فار 5، 8 على 8 فار 1، يبقى ج بس، يبقى الحل يا جماعه الف. برضه سؤال هدية يا شباب، هون ترتيب عمليات 5 ضرب 4 ضرب 2، طبعا ضرب قبل الإيه؟ قبل الجمع. 5 ضرب 4 ب20، يبقى 20 زائد 2 كمان بره يا جماعة زائد 2، هون إيه 2 4 وإيه 20. ما أقل محصول برضه ده سؤال هدية، واضحة جدا يا جماعة، البقوليات أقل واحدة، شايفينها أقل واحدة بقوليات، أختار بقوليات، محتاج بس ملاحظة بسيطة. في أي عام أقل عدد في التخرج من الإناث يا جماعة؟ متلخبطش الدنيا مع بعضها، الإناث هي خلي بالك دول الإناث، تمام؟ أقل عدد فيهم كام؟ أقل رقم أهو 9830، في أي عام؟ في عام 33 يا جماعة، أختار 33. الأسئلة كلها بس تحل في ثواني. قول هنا لام في 5، يعني 5 لام يعني على 2 زائد لام في 2 على 5 بتساوي 58 يا جماعة. طب لاحظ كده عندك، قال لي أوجد لام، الرقم ده عدد صحيح، خلي بالك صحيح، تمام كده، يعني لازم الناتج ده ده زائد ده يطلع عدد صحيح، ده صحيح ولا صحيح يا جماعة؟ برضه واضح كده. خلاصة الكلام ايه؟ لازم كل واحد من دول يبقى القسم على 2 وعلى 5، يعني ممكن يبقى الحل 10، ممكن كمان 20، ما ينفعش 15 ما تبقاش قسم على 2، ما ينفعش 12 يا جماعة برضه ما تبقاش قسم على 5. جرب كده 10 يا جماعة، 10 لو هنا 10 يبقى خلينا 50، 5 × 50 على 2 ب25، 10 × 2 ب20، على 5 × 4 يا جماعة يدينا في الآخر 29، ما تنفعش. إذا هو الحل طبعا ده، بس أتأكد منه برضه، 20 ضرب 5 ب100 على 2 زائد 20 ضرب 2 ب40 على 5، يعني 50 يا جماعة زائد 8 ب58 هو الحل. شكل المجال المربع، طالما قال لي المربع يا جماعة استحضر في ذهني ايه؟ خواص المربع، من ضمنها مثلا ان القطر ينصف زاوية الايه؟ زاوية الرأس، تمام كده؟ يعني الزاوية دي من اخر 45، هو عايز مني سين اهي، سين، تلاحظ زاوية سين دي خارجة عن منطقة الزاوية. طب دي زاوية كلها قائمة 70، اذا دي كمان ايه؟ 20، دي زاوية خارجة عن منطقة بتساوي 20 زائد 45، يعني 65. السؤال اللي بقول هنا ايه؟ س زائد 3 على ص زائد 3 بتساوي 1/2، قارن بين ص ناقص س وس زائد كام؟ وس زائد 2.
تمام يا شباب. طيب انا هحاول اجيب الاول دي، هحاول اجيب دي زي ده، ضربة تبادلي. اما اضغط تبادلي يا جماعة ده كله في اتنين مثلا، اصبح عندي اتنين س زائد ستة هتساوي ص زائد تلاتة، واضح كده. اما اجيب الطرف ده يا جماعة كده، هات الطرف ده، خلي ص مع س بالسالب، يبقى عندك كده ص هي ناقص اتنين س بتساوي كام؟ انا اجيب كده هنا، بقعد اللي هنا يا جماعة بتساوي تلاتة. طب هل انا عايز ص ناقص س ولا ناقص اتنين س؟ لا ناقص س بس، ناقص س بس يا جماعة. او يبقى هقول هنا ص ناقص اتنين س، زود على الطرفين يا جماعة س، اقول له زائد كمان س عشان تبقى س واحدة، هتساوي تلاتة. زي ما زودت هنا س ازود هنا كمان ايه؟ س. اصبحت دي اكنها ص ناقص س واحدة بس، هتساوي طرفين يا جماعة تلاتة زائد س. ده الطرف الأيمن وأطرافه الأيسر، يبقى جيم يا جماعة، الإجابة جيم متساويتان. السؤال التالي بيقول لي عند أقل فرق بين الذكور والإناث يا جماعة، أقل فرق فين يا جماعة؟ أقل فرق أهو ده 25 و5 أهو، هو 25 زائد 20 يا جماعة، فرق بينهم 5 بس. قال لك إيه؟ الإناث أقل من الذكور بنسبة 5%، طبعا الفرق يا جماعة صح، إجابة صح، ما تدورش في الباقي. طالما وصلت للحل الصح بلاش تجرب الباقي، هتضيع وقتك في الفاضي. مجرد ما وصل للحل يا جماعة اقلب على اللي بعده مباشرة. اشترى شخص 100 سهم بمبلغ 60,000 ريال، فنقص قيمة السهم الواحد 200، كم نسبة الخسارة؟ طب الأول يا جماعة جبت سعر السهم بكام؟ نقسم طبعا 60,000 على 100 يا جماعة، لما عددهم اصفرتهم مع بعضها يبقى السهم واحد ب 600، لما ينقص 200 يا جماعة ناقص اهو 200، ده الفرق. والنسبة هتساوي ايه؟ هتساوي 200 على السعر الأصلي اللي هي كان 600، ماشي. صفر مع بعضها هتجي 2 على كام؟ على 3، 2 على 6 معلش، 2 على 6 مقسم على 2 على 2 يبقى 1 على كام؟ على 3. فالخسارة يا جماعة عندي تلت أو 33%. تذكر بقسم نسبة الفرق على الأصل. كم نسبة خسارة السهم بين عامي 33 يا جماعة وكام؟ 33 و34. طب هنا بس ممسوحة دي كانت دي على فكرة 90، 90 يا جماعة خلاص كده. طب أجيب برضه نفس كام الفرق، الفرق بينهم كام؟ وأقسم على الأصل. الفرق كان 150 ناقص 90 ب 60. طب الأصل كام يا جماعة؟ الأصل ده ولا ده؟ ركز كده معايا، 34 أهو، 33 ده الأصل اللي جاي أول، ده اللي جه الأول 33، يبقى اقسم 60 على كام؟ على 150. اختصر صفر مع صفر برضه، اقسم على يا جماعة 3 على 3 هيديني إيه؟ هيديني 2 على 5، عايز أخلي الخمسة ده 100 اضرب في 20، أسطو مقام، يعني 40 على كام؟ 40 على 100 يا جماعة، 40%. تذكر برضه بقسم الفرق على مين؟ على الأصل، اللي جه الأول هو الأصل. مستطيل بعديه 120 سنتي و60 سنتي، يربط تغطيته يا جماعة بإيه؟ بورق. مستطيل هو مثلا ده 120 وده 60 مثلا، تغطيته بورق مربع الشكل تضع 20. يبقى يا جماعة عندي بقول هنا إيه عدد الأوراق، كم مربع؟ كم مربع يا جماعة أقدر أغطي بيه المستطيل؟ أعمل إيه يا شباب؟ أقسم المساحة الكلية على مساحة المربع. المساحة الكلية 120 ضرب 60، تمام كده؟ والمربع طوله 20 وعرضه برضه 20 يا جماعة، 20 و20 طبعا الصفات تروح مع بعضها، الصفار تروح مع بعضها يا جماعة. أصبح عندك إيه؟ ممكن أقسم 12 على الأربعة يا جماعة، فيها إيه؟ 3 في 6 ب 18. اختصار، حبيت تضرب اضرب بس الأحسن الاختصار. كم تساوي 8 من 100 في المية؟ س يا جماعة، من س طبعا، س بس رقم مالوش أي لازمة عادي يعني. نعمل ايه؟ طالما قال لي كلمة يا جماعة في المية، ده عامل في المية معناها ايه؟ معناها قسمة 100، يبقى 8 من 100 قسمة 100، ده 100 بس مش عارف 100، تمام كده؟ أما أسمع على 100 يا جماعة، ركز أهو أهو، الفاصلة بس حرك خطوطين هتمشي خطوطين للخلف، إذا كان 8 وكان في صفر، حط يا جماعة كمان صفرين، يبقى كده يا جماعة، ماشي، يبقى 0.38 أهي.
العلامة في المية معناها بقسم على كام؟ على 100. إذا حصل طلب على 45 درجة من 50، 45 درجة من 50، كم تكون درجته من 60؟ تخيل يا جماعة دي 60 وهنا س، واضح؟ وضرب تبادلي يا جماعة، ضرب تبادلي الس هتساوي كام عندك؟ الس بتساوي 45 ضرب 60 على 50، دائرة الصفر مع الصفر، 45 على 5 فيها 9، 9 في 6 بـ4 وإيه؟ و50. بقول يا جماعة أوجد ناتج برضه، أوجد ناتج. طبعا أجيب من الداخل للخارج يا جماعة، أجيب الأول ده الأول، يعني هتساوي جذر ربع زي ما هو يا جماعة، هو 16 دي جذرها بـ4 ودي جذرها 9، اختصر جمع ده يا جماعة، يبقى جذر 9، جذر الواحد بـ1 وجذر 9 بـ3. السؤال 24، إذا كان محيط المربع يساوي محيط المستطيل يا جماعة، قارن بين مساحة المربع ومساحة المستطيل. هنا يا جماعة قاعدة مهمة جدا، تقول لك إيه؟ لو عندك مثلا دايرة ومربع ومستطيل لهم نفس المحيط، من الأكبر؟ هيبقى الدايرة الأول يا جماعة، الدايرة الأول ثم المربع ثم المستطيل، واضح؟ ثم المثلث في الآخر لو في مثلث، فهنا مساحة المربع يا جماعة أكبر، اختار ألف. بنفس الفكرة برضه عشان تتذكر معايا، معلش أقول لك برضه السؤال، السؤال بالمنظر ده، قال لك مثلا مربع، مربع ومستطيل، القطر هنا يساوي قطر هنا يا جماعة، قطر ده يساوي قطر، مثلا قطر ده 7 وقطر ده 7 كمان، مين الأكبر برضه؟ برضه مربع يا جماعة، برضه هنا المربع مساحته أكبر. مدرسة بين 240 طالب، سدس الطلاب يدرسون الرياضيات، يعني إيه سدس يا جماعة؟ اسم على 6 بس، يعني 40 طالب، 24 على 6 فيها 4، حط صفر. 20% يدرسون الفيزياء، يعني يا جماعة 20% من 40 دي اضرب 20%، 20 في 240 على 100، الأصفار مع بعضها يبقى 2 في 24 بـ48، وتمن طلاب يدرسون الكيمياء، ده كمان 8 يا جماعة. كم عدد الطلاب الذين لا يدرسون بهاد معقول ده واطرحهم 240؟ 8 و8 16، تمام كده؟ هذا 95 يا جماعة، اطرح بقى 240 ناقص 96، طبعا ده تبقى 4 يا جماعة، عندك 13 ناقص 4 برضه 4، واضح؟ واحد الواحد يبقى 100 ايه؟ 44. سؤال، إذا كان متوسط زمن مشاهدة شخص للتلفاز عام 2011 هو 1470 دقيقة، وفي عام 2012 زاد بنسبة 7%، كم أصبح متوسط زمن مشاهدته عام 2012؟ نعمل إيه يا جماعة؟ هو الصح يا شباب هنضرب 107% في الرقم ده، بس لما أضرب 107 في 1470 هياخد مني وقت في الضرب شوية، فالأحسن أعمل إيه؟ هات السبعة بس، أنزل الأول على الرقم الأصلي، يعني هات 7%، يعني 7 على 100 من الرقم نفسه يا جماعة اللي هو 1470. طير الصفر مع الصفر، خلي العشرة بعدين، اضرب يلا 7 ضرب 7 49، 7 ضرب 4 ب28، وأربعة كمان 32، 7 ضرب 1 ب7 و13 يا جماعة، هقسم على كام؟ على 10، يعني هتساوي 1 0 2، هنا المفروض يبقى فيه 9 يا جماعة فصل، تمام كده؟ دي أقربها تبقى 100 وكام؟ 103، ده اللي هو يا جماعة 7%، أزودها على الرقم الأصلي اللي هو 1400 وكام؟ 1470 وجمع معاك الحل الصح، 3 زائد 0 3، هنا 7 5 1، أهي 1573. قارن بين 3 أس س و3 أس س ناقص 2 يا جماعة. طيب هنا أعمل إيه يا شباب؟ محدش يتسرع ويقول لي في الإجابة مرة واحدة كده بيانات غير كافية، لا، الأول خد س بقيم سالبة، خد س بقيم موجبة، خد س بصفر وشوف يا جماعة مين الأكبر، لو اختلف في الحالتين بس قول له بكلمات غير كافية، لكن لو مرة بس طلعت الأكبر في الحالة الأولى والتانية لا أجيب التالتة كمان، نقول بس يا جماعة س رقم سالب ولكن مثلا سالب 1، سالب 1 مثلا س بسالب 1، يبقى 3 أس سالب 1 يعني تلت، هنا يا جماعة سالب 1 سالب 2 بسالب 3، أكنها 3 أس سالب كام؟ 3، صح؟ يعني هتساوي 1 على كام؟ على 27. طبعا يا جماعة الأكبر
ولا هنا أكبر. فلو خدناها صفر أي حاجة أس صفر بواحد، هنا صفر ناقص تلاتة، تلاتة أس سالب اتنين يعني توسع، صح كده؟ الواحد أكبر برضه من التوسع. طب لو خدناها رقم موجب، قول مثلا بموجب واحد، مثلا موجب واحد تلاتة أس واحد بتلاتة، لو خدنا لب واحد ناقص اتنين هيبقى تلاتة أس سالب اتنين، واحد ناقص اتنين معاش سالب واحد، يعني تلت في الآخر، صح؟ طبعا دي في حالة برضه أكبر، إذا هنقول له إيه؟ القيمة الأولى أكبر يا جماعة، الأولى أكبر، محدش يتسرع ويقول لي بالنظر كده س معرفش بكام هي غير كافية، لأ، لأ لازم أجرب الأول أرقام سالبة أو موجبة والصفر إن أمكن. السؤال يا جماعة اللي بعده، ما نوع المثلث؟ أوعى حد يتسرع في الإجابة ويقول لي مثلا ده مثلث قائم، ده مثلث منفرد، لا 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 متعملش كده خالص، ما أعمل إيه؟ أكبر ضلع من الوتر، الوتر أكبر ضلع أربعة، أربعة تربيع بكام؟ بستاشر، ودول ربعهم مجمعهم، منفصل غرس يعني ربع ده وربع ده، اتنين تربيع يا جماعة بأربعة، خمسة تربيع بتسعة، أجمعهم يجي تلاتاشر، الوتر أكبر يبقى منفرج الزاوية. لو الوتر يساوي يا جماعة مربع مجموع الضلعين التانيين أو مجموع مربعي الضلعين التانيين يبقى هو مقيم الزاوية، لو وتر أقل يبقى حد الزاوية. واضح هنا؟ فهنا الوتر يا جماعة أقل، مربع الوتر أقل من مربع مجموع الضلعين التانيين يا جماعة، الأول أنا غلطت في اللفظ معلش، مربع الوتر أكبر من مربعات المجموع، تفرق مربع المجموع غير مربع غير مجموع المربع. واضح؟ إذا هو من فرق الإيه؟ الزاوية. السؤال التالي، قارن بره يا جماعة، هو الملكمتين خمسة أس تلاتة ناقص تلاتة أس تلاتة على 49 شبه طبعا. طالما هنا ممكن أحسبها يا جماعة، ممكن أحسبها ب 125 ناقص تلاتة أس سالب كام؟ ب 27 على 49 نحسب دي. طيب 125 ناقص كام؟ خمسة ناقص سبعة، 15 ناقص سبعة ب 8، هنا بقت واحد، 11 ناقص اتنين بتسعة على 49 يا جماعة، طبعا دي ده ضعف، ده ضعف هيساوي اتنين، هيساوي اتنين، ودي كمان اتنين يا جماعة. الحل ايه؟ الحل جيم، الحل هنا يا شباب كان ايه؟ بالمقارنة. طب سيب بس السؤال رقم 29، الشكل المجاور مستطيل من 21 ومساحته 24 وجميع الدوائر متطابقة، أوجد طول القطر. طول القطر يا جماعة المساحة، المسافة دي كام مثلا؟ أي واحد فيهم كلهم زي بعض متماثلة. طب هنا أبدأ الحل إزاي؟ قبل المحيط يا جماعة أجيب نص المحيط اللي هو بكام؟ اللي هو ب10. طيب المساحة 24 معناها إيه؟ يعني طول زائد عرض، طول يا جماعة هنا لام والعرض هو مجموعهم 10 ضربهم 24، هما رقمين اللي ضربهم مجموعهم 10 ضربهم 24. الأسهل تجيب الضرب الأول 24 جنب في كام؟ 2 و12 مثلا، هل مجموعهم 10؟ لا. طب فيها 3 و8 ما تنفعش برضه يا جماعة، مجموعهم 11. طب في كمان 4 و6 يا جماعة، مجموعهم 10 وضرب 24، صح؟ يبقى دي صح، يبقى دي يا جماعة عندك الطول ب6 والعرض بكام؟ ب4. واضح؟ طب هنا 6 يا جماعة قسمها على كام؟ كام قطر عندك؟ على 3 فعل 2، بالمثل هنا برضه 4 على 2 فعل 2 يا جماعة، يبقى طول القطر بيساوي ايه؟ 2. ساعات تطلب منك نص القطر، خلي بالك ده الفرص بتخدم. س زائد ص كل تربيع ناقص 2 س ص وهكذا يا جماعة. السؤال ده كله بيساوي كام؟ تبسيط، بس تبسيط العبارة أفك ده يا جماعة، فكه إزاي؟ الأول تربيع يبقى س تربيع زائد، والتاني تربيع بره يا جماعة أقول له زائد 2 س ص الحد الأوسط، أجيب دي سالب 2 س ص يعني هروح مع بعض، زائد أفك ده برضه هيبقى نفس الكلام بس الأوسط يبقى بالسالب يا شباب، يبقى س تربيع وص تربيع موجبين، بس هنا الأوسط سالب 2 س ص زائد 2 س ص، جميل جدا. اختصر بس 2 س ص دي يا جماعة، دي مع دي، وهنا برضه السالب مع الموجب، أصبح عندك إيه؟ 2 س تربيع زائد 2 ص تربيع، أو تقول له 2 س تربيع زائد ص تربيع. بس لو الحل ايه بقى؟ مجرد تبسيط. باع تاجر سلعة ب 2400 ريال بربح 20% يا جماعة، يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرقم ده يا جماعة بيمثل 120%،
خلاص كده السعر قبل البيع 100%، كان ربح 20% ده 120%، لو كان خسارة يبقى 80% وهكذا. كم يكون سعرها إذا باعها بربح 5% يا جماعة؟ لما كان الربح أو له 120% كان 2400. طب لما كان السعر عندي يا جماعة طبعا 500 معناها إيه؟ معناها 105%، أصبح كام؟ س. وضرب تبادل يا جماعة أجيب الس، طبعا لما أضرب المية في المية طبعا 100% يا جماعة، يبقى 105 في 2400 اسمت 120، هنطير الصفر ده مع الصفر ده من هنا، خلاص اختصر على 0 وعلى 12، أدي فيها 2 وحط صفر، 20 ده راح فيها الواحد، 20 في 105 نحط الصفر بس، واتنين في 105 ب 210، يبقى الحل كله 2000 يا جماعة، 2100. أوجد الحد التاريخي المتطابق ده يا شباب، تلاحظ كده عندك الزيادة هنا 2، الزيادة هنا 4، الزيادة هنا 6، مش الزيادة 8 معلش أنا آسف، 8 9 8 17 أنا اللي غلطان، الزيادة هنا كام يا جماعة؟ اطرح ده ناقص ده 13 ناقص 33 ناقص 17 هيدينا يا جماعة 16. ملاحظين إيه يا جماعة؟ دايما بزود ضعف العدد اللي زودته قبل كده، ضعف الاثنين لأربعة، ضعف الأربعة لثمانية، ضعف الثمانية ستة، وهكذا يعني. يبقى هزود هنا إيه؟ ضعف الستة اللي هي 32، يبقى 2 و3 5، 3 و3 كام؟ 6، الحل 65. أو جنات يا جماعة ده هو طبعا مش عايز الحل، عايز يقول لك بتكافئ إيه هنا؟ بتكافئ إيه من الحلول؟ طب نجمع كده الأرقام يا جماعة كلها، لحد كده أنا كده 6 و4 10 15 15 وكمان 6 21 يا جماعة، الحاجة دي كده يا جماعة 21، طب والتاني عكس زيهم بالظبط برضه 21، يعني هيساوي 42، اللي هي كام في كام 42؟ تلاقي 6 ضرب 7 ب 42، أهي جي 6 ضرب 7، 7 ضرب 6 وهكذا. السؤال التالي يا جماعة، السؤال اللي قلته من شوية على فكرة جه نفس الفكرة بالظبط، لما قلت لك لو عندك مربع أو مستطيل له نفس المحيط بيكون ده مربع أكبر يا جماعة. فلو عندك مربع ومستطيل لهم نفس القطر يا شباب، نفس القطر، يبقى المربع أكبر، مساحته أكبر، أختار إيه يا شباب؟ ألف. قول هنا أوجد ناتج السؤال ده جه أكتر من شكل، وغير في كل مرة يغيروا فيه، خلي مثلا دي مرة 5، دي 4 دي خليها 5 مرة يا جماعة، وتحل سهل جدا، خلي 3، فهنا هنعمل إيه يا جماعة؟ أول بسط لوحده، الأساس زي الأساس، اطرح الأس لأن بقسم. يبقى 6 زي ما هي يا جماعة، 8 ناقص 3 ب 5. هنا تلاحظ 5 و4 يا جماعة عايز أخليهم زي بعض، الأس خليها زي بعض عشان أجمع مع بعض. ليه أجمع مع بعض يا جماعة؟ عشان مثلا أقول لك أنت عارف 2 أس 7 مثلا يعني، ضرب 2 ضرب 3 أس 7 هي نفسها، بنقول اضرب ده في بعضه، 2 في 3 الكل أس 7 كده يعني، يعني هتساوي 6 أس 7. طبعا بس مش ده السؤال عندنا خالص، يبقى هنا يا جماعة قلنا 6 أس 5، هنا خد 2 من دي لوحدها ضرب، يبقى عندك 2 أس 4 في 3 أس 4، يعني عندك 6 يا جماعة زي ما هي أس 5 تحت 2 لوحدها، هنا أس زي بعض أهو، أكن بقول لك 2 ضرب 3 ب 6 أس 4، واضح كده؟ كده جبت يا جماعة أساس زي ده أهو، أطرح أس عالي يعني هتساوي 6 على أس 5 اسمه 6 أس 4 ب 6 أس 1 يعني 6 على 2 ادينا كام؟ 3. إذا كان سير عدد فردي وصار عدد زوجي وعين عدد أولي، فإن الناتج عندنا يا جماعة ناتج 6 عين 3 س زائد 4 ص يساوي كام؟ هنا افرض أي أرقام من راسك، أي أرقام بس تكون صحيحة، يعني س فردي هات له رقم فردي مثلا، ولتكن مثلا س بفردي خليها بواحد، ص زوجي يا جماعة خليها برقم 2 مثلا. حين عدد أولي، الأولي ممكن يكون كام يا جماعة؟ يكبر قسم على نفسه وصفه على الواحد، ممكن يكون 2، ممكن 3، ممكن 5، ممكن 7، ممكن 11، 13، 19، أي حاجة من كده يا جماعة، خد أصغر شيء عندك اللي 2 برضه عدد أولي، واضح؟ طبق يلا، 6 عين، يعني 6 ضرب يا جماعة 2 هذا 12، 3 س يا جماعة، 3 في 1 ب 3، 4 ص، 4 ص عندك بكام؟ ب 2، 4 في 2 ب 8، يلا.
يبقى هتساوي 12 ضرب 3 زائد 8 بيتي أو 11، صح كده؟ أما أضرب هنا ضرب حجر بقول له 2 هنا 1 1 هنا، قول معهم في النص 3. الرقم ده زوج ولا فرد ولا أولي ولا غير ذلك؟ طبعا أول عدد زوجة هو زوجين، هو عدد إيه؟ زوجين. طابور فيه 30 طالب، أمام أحمد 10 طلاب، وخلف خالد 10 طلاب. يا جماعة ما عدد الطلاب الواقفين بين أحمد وخالد؟ يعني أحمد هنا وهنا خالد، هنا يا جماعة 10 طلاب، وهنا كمان 10 طلاب، كلهم 30، واضح كده؟ طب هنا 10 و10 20، واضح؟ هنا يا جماعة كام؟ 20 بقى لك كام كده؟ بقى كمان 10. طب حوش منهم كمان 2 لأحمد وخالد، بقى الفرق بينهم 8 يا جماعة، هنا 8، يبقى 10 و8 و10 وأحمد وخالد كله كام؟ 30، يبقى الحل ب8. اختبار مكون من 30 سؤال، حل أحمد 60% من أسئلة الاختبار. السؤال ده جه قبل كده يا شباب، وكان الفرق بس يقول لك إيه، حل أحمد 60% من اللي هم 30 سؤال، يساوي 30 سؤال. كانت فكرة في كده، هنا مختلفة شوية. طيب كم عدد الأسئلة التي لم يحلها؟ هو حل يا جماعة 60% اللي هو بيساوي كام؟ 30 سؤال، تمام كده؟ طب الباقي كام؟ يعني أنا غلطت، معلش أنا غلطت، أنا غلطت في السؤال ده كمان. بيقول يا جماعة هنا اختبار مكون من 30 سؤال، حل أحمد 60% من أسئلة الاختبار، كم عدد الأسئلة التي لم يحلها أحمد؟ هو حل 60% يا جماعة، يبقى الباقي كام؟ 40%، يعني 40 على 100 من كام؟ من 30، صفرين مع صفرين 3 في 4 ب 12، يبقى ما تتحلش يا جماعة 12. السؤال ده قلنا يا جماعة جه قبل كده، وكان الفرق بس إيه؟ 60% تساوي 30 سؤال، فوقتها أقول 60% تساوي 30، ب 40% بتساوي كام؟ وهكذا يا جماعة، أو 100% تساوي كام؟ حسب السؤال ما جاي لك. السؤال يا جماعة التالي، 10 صناديق فيهم أقلام حبر ورصاص، 4 منهم حبر و5 منهم رصاص و2 حبر ورصاص. يا جماعة السؤال ده برضه بيتكرر أكتر من مرة، هتستعمل فيه شكل إيه؟ شكل بن، يقول مثلا هنا الحبر وهنا الرصاص يا شباب. مثلا أبدأ بمين حل يا شباب؟ أبدأ باللي في النص 2 ده، مشترك بينهم 2 حبر ورصاص، هنا 2. طب قال لي الحبر كام أصلا؟ الحبر كله كام يا شباب؟ الحبر 4، 4 منهم حبر، حش 2 منهم يبقى هنا 2 منهم. طيب 5 رصاص، هيبقى كل يا جماعة ده كل ده 5، طب حشنا 2 منهم أول، إذا هنا كمان يا جماعة كام؟ 3. جمع كده كله 3 و4 7، وكلهم 10 يا شباب، 10 صناديق، يبقى عندي 10 ناقص 3 ناقص 7 يدينا إيه؟ 3 صناديق فاضية، اختار 3. 2 أس س بتساوي 3، فإن 2 أس 2 س يا جماعة بتساوي كام؟ طب 2 س ده بتيجي إزاي؟ أصلا بتيجي إزاي أصلا؟ دي أصلا 2 أس 2 س بتساوي 2 أس س ضرب 2 أس س، هتساوي 2 أسك مع أس يا جماعة، هي س أس 2 س، واضح؟ طب دي بكام لوحدها ودي بكام لوحدها؟ ب3، ب3 بتساوي 9. ده حل. الحل التاني ممكن اعمل ايه يا شباب؟ كل ده 2 اس 2 س، هي نفسها 2 اس س، الكل اس 2، يعني هتساوي 3 اس 2 برضه بتساوي 9. ألف زائد باء زائد جيم زائد د على 4 بتساوي 8، أول ألف زائد باء على 2 يا جماعة، وده قال لك بتساوي 10، أول جيم زائد د، أول جيم زائد د. الأول يا جماعة حاول أجيب دي، شكل هجيبه إزاي من هنا؟ أجيب ده من ده، إزاي؟ اضرب كود الأول في 2، في 2 هنا وهنا، عشان أخلص بس من 4 يا جماعة. أصبح أ زائد باء قولوا على 2 زائد ج زائد د على 2، 8 في 2 يبقى 16. طب ليه أقسم ده؟ عادي أقسم، بس أقسم على المقام عادي يا جماعة. طب دي بكام لوحدها؟ دي ب10، 10 زائد حاجة ب16، يبقى الحاجة دي بكام؟ ب6، ج زائد د، ج زائد د على 2 بتساوي 6. أنا عايز ج زائد د بس، اضرب تبادل يا جماعة، الجيم ده بتساوي 12. السؤال 43، رسم مهندس المتظلل الصغير بمقياس رسم 1:19 يا جماعة، أقرب سهم المتظلل هو الكبير، طبعا هنا 4 و5، خلي بالك أهو، لما الرسم خلى ده 4 وده 5. طب عشان أجيب يا جماعة الحل أعمل إيه؟ لازم أجيب الطول وأجيب العرض،
يلا عندك 1 إلى 19 عشان أجيب الطول يا جماعة. أهو أقول هنا إيه، طبعا الطول اللي في الرسم 1 يا جماعة والحاجة 19. طب هنا في الرسم الطول في الرسم إيه؟ 5 صح؟ 5. كم الحاجة يا جماعة الكبير؟ كام؟ أعتبر مثلا سين وضرب تبادل يا جماعة، يبقى سين هتساوي 5 في 19 95. 95. طب عايز أجيب الصاد، أجيب العرض، اعتبر 3 في 4 كام في الحقيقة؟ يبقى صاد ضرب تبادلي 4 في 19 يعني 4 في 9 36، وال4 في 1 في 4 3 7. تمام كده. عايز المساحة يعني اضرب ايه؟ اضرب الطول في العرض. 95 في 76، 95، 6 في 35 يا جماعة، 6 في 9 ب54، وتلاتة كمان 57. صفر الخانة. 7 ضرب 5 في 35، 7 ضرب 9 في 63 يا جماعة، 63 وتلاتة كمان يبقى 66. جمع كله على 12، 6 و6 برضه يا جماعة عندك 12، وهنا يبقى 7 7220 أهي الإجابة جيم. أول كلمة الجذر الرابع 27 ضرب الجذر الرابع ده كام يا جماعة؟ طبعا عارفين ممكن أقول له ده بيساوي الجذر الرابع برضه اضرب لفتة 27 ضرب 3 عادي، يعني الجذر الرابع 81 اللي بيساوي كام يا جماعة الرقم ده؟ طبعا بيساوي 3. لو مش عارف تجيبها ازاي، حلل الرقم ده على 3، 27 على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، 3 فيها كام يا جماعة؟ طالما جذر الرابع اطلع بره الجذر الرابع، اطلع بره الجذر الواحدة، يبقى الحل عندك بكام؟ يساوي 3. إذا كان قطر الدايرة 2 جذر 2 يا جماعة، أو من تحت الشكل، تلاحظ كده الشكل عندك عبارة عن إيه؟ مثلثين أهو، مثلثين ومتطابقين زي بعض بالظبط، مش طابقين. لو جبت واحد فيهم اضرب في 2، طب أجيب واحد فيهم إزاي يا جماعة؟ ده خلي بالك معاك، ركز معايا. الزاوية دي 135 وكلها على بعضها 180، يبقى 180 ناقص 135 هي تساوي 45 يعني 45. طالما دي 45 يا جماعة ودي زاوية قايمة، يبقى دي كمان 45، يعني ده مثلث متطابق الايه؟ الضلعين، وفي زاوية قائمة يا جماعة اهو زي كده. القطر كله 2 جذر 2، يبقى ده بس جذر 2، يبقى ده يا جماعة 1 وده 1، القاعدة اللي قلناها قبل كده في الفيثاغورس صح؟ لو عندنا مثلث 45 يبقى هنا مثلا لو دي 5 يبقى دي 5، يبقى 5 جذر 2، 10 و10 و10 جذر 2 وهكذا يا جماعة. تمام كده؟ طب مثلث زي ده مساحته كام؟ طوله 1 وعرضه 1، أو ارتفاعه 1 وقعده 1، نص القاعدة في ارتفاع يعني بنص، ده نص وده نص، يبقى كله بيساوي 1، مجموعهم يساوي 1. ما أكثر حرف يوجد فيه أخطاء يا جماعة؟ طبعا تلاحظ لازم أركز أشوف فين الأخطاء وفين الصح. هنا يا جماعة الصح، خلي بالك الصح اللي هو الإيه؟ اللي هو ده كده صحيح وخطأ، واضح كده؟ أما تلاقي الأرقام قريبة من بعضها 3 1 7 5، طب وهنا مثلا 3 2 5 4 قريب من بعض كله، الاختلاف فين يا جماعة؟ فين الاختلاف في الطول والعرض؟ هنا تلاقي هنا ال W أهو، هنشوف كده مركز معايا ال W وال W هنا يا جماعة، شوف أرقام هنا 1 5 4 3 أرقام عادية جدا، لكن هنا تلاقي إيه؟ في 10 و6 و8 أكبر حاجة، اختار ال W. قارن 9 ناقص الرقم ده يا جماعة، 9 ناقص الرقم ده، خلي بالك قارن ازاي؟ لو انا مثلا قلت لك 9 ناقص 2 اكبر، ولا 9 ناقص 7 اكبر، او ناقص مثلا نقول رقم اكبر غيرها 8، طبعا ده ناقص ده هيدينا 7، ده ناقص ده هيدينا كام يا جماعة؟ 1، يبقى 7 اكبر، يبقى كل لما اطرح رقم صغير يبقى العدد كبير. طب مين اصغر يا جماعة؟ ده ولا ده؟ عد الارقام بعد الفصل، 1 2 3 4 5، هنا 4 بس، يبقى ده الاصغر، ده الأصغر يعني ده الأكبر، يبقى ده الأكبر عشان آسف، ده الأكبر، أنا اللي غلطت، يبقى القيمة التانية أكبر يا جماعة، بطرح رقم أصغر، الخطأ وارد، ركزوا يا شباب الخطأ وارد، أنا نفسي غلطت. ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من الطلاب يا جماعة؟ الدرجة اللي هي أكبر حاجة عندك، طبعا ده الطلاب أهون، الطلاب، والدرجة يا جماعة، الدرجات عندك بكام أكبر حاجة؟ أكبر حاجة عندك 6، هتطلعوا 6، ماشي اختار ايه؟ اختار 6.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.